أسيه حبيبتي، نور عيوني أسيه، بحبك. حسن، حسن، شبك راشد؟ أسيه، أسيه رح يزوجوها، صدقني سمعت كل شيء. قلي لمين رح يزوجوها راشد؟ شو عم تقول انت؟ شفتهم بعيوني وسمعتهم بإذني، خطبوها لفداء ابن رجب آغا. معقول يخطبوا آسية لفداء؟ لا مستحيل، لا حسن، لا آسية إلي، لا حسن مستحيل. حسن. محمد بيك، محمد بيك، محمد بيك. حسن، حسن. شو في يا حسن؟ بنتك آسية، أنا بحب بنتك آسية وبدي أتزوجها، مفهوم؟ بعد إذنك وعلى سنة الله ورسوله بدي أتزوج بنتك. موافق محمد بيك؟ موافق. موافق بس مو عليك يا حسن. لا مستحيل. تأخرت يا حسن، طالع لأبوك بتتأخر مثله. والله كبرت يا حسن. آسية صارت من نصيب ابن رجب آغا، ابو شرفونا على العرس. ما رح اسمح، أنا بحب آسية. ماشي خلصنا بقى ونقلع من هون. يلا أنا وآسية منحب بعضنا كتير ومستحيل تكون لغيري، صح ولا ايه؟ مزبوط حكيه؟ كنت تروح تشوفي حسن؟ جاوبيني ولا اتركها ولا؟ وقف، روح نلع. يلا طول بالك، نلع من هون. اهدي تعالي بنتي، لا تضربه حسن. لا. حيوان حسن، لا تعملها حسن. حسن، 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 طلعيها. يلا يلا. شو حكيت أنا؟ يلا فوتي بسرعة. يلا خلصوني. حسن؟ لا خذ رفيقك وانقلع. حسن بلا أخلاق. حسن يلا قوم أخي. على مهلك. لكان طلعت بتحبي حسن يا عايبة. بعد هلأ إذا بتطلع من غرفتها بتكسر العظامة تكسير، فهمت؟ لا ترحمها أبدا. ماشي بابا، لا تشغل بالك أنت. حسن أخ منك، لك شو عملت بحالك؟ دي 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 دي. لمشاهدة المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس.